ويمكن خلينا نقول انا هذا اللي بيهمني اكثر شيء اللي مبسوطه فيه انه كل ضيف عم يجي معاه ثقافه وحضاره مختلفه مسميات جديده. يعني انت اليوم عم تحكي عن شو اسمه اللباس حوك. حوك الحوك من الحياكه يمكن. بالضبط. اوكي بالضبط. مثلا هاي كلمه انا جديده علي، حلو لما تعلمناها مع انه يمكن كلمه فعلا بسيطه وبنقدر نرجع لها باللغه العربيه، فشو هو المغش؟ المغش هو هذا، المغش هو ماخوذ من نفس المغش اللي هو مصنوع من الفخار. لذلك الاسم، اسم الأكلة جت من المغش. يعني هو مثل منقول كيف بسموا الطاجن على اسم الطاجن. عندك الطاجن في مصر وفي دول المغرب العربي، في مناطق ثانية يسمونه مثلا بأشكال أخرى في اليمن مثلا، وفي مناطق أخرى من السعودية زي عسير يسموها بورما. لكن في جازان هذا الاسم ما راح تحصليه في جازان، ونسميه مغش. وأنا فخار يعطي نكهة رائعة جدا للأكل. أوكي حلو. وكنت أتمنى أن يكون عندي حجم أكبر. بس أنت يعني. بس كمان حسين ما قدر يرسل لي فلوس. يلا يا حسين، يعني كل عام أنت بخير، رمضان كريم. بس لذلك رح نضطر إنه نستخدم حجم أكبر. ممكن يكون هذا شوفي لو تلاحظي، شوفي مثلا شيلي هذا شوي. أوكي. خفيف صح. جربي تشيلين هذا. هلا انا بلعب رياضه كل يوم فما يغشك. طيب طيب ما هو ثقيل الا انا تلعب رياضه. هذا اللي يسمونه مغش، ولكن هذا منحوت من الحجر. هو تقليديا لازم يكون من الحجر. هذا تقليديا من الحجر، وهذا مناسب جدا، وهذا اللي متوفر حاليا انه نقدر نطبخ فيه اليوم، وصدقيني راح يعطي نكهه رائعه جدا للاكل. خاصه مع البهارات والسبايسز اللي تكون موجوده، ومن اجمل الاشياء اللي ارتبطت بذاكرتي واللي دائما انه انا احرص اني من وقت لوقت اني اطبخها. طيب نحن هلا سؤال محمد حتى نتخيل الوصفه، اذا وصفتنا اليوم المغش اللي هي مثل ما شايفين عندنا مكونات كثير على الطاوله، في عندنا خضار، في عندنا بروتين اللي هو اللحم، لحم الغنم، وفي شوي من البهارات، يعني انا ما لقيته بيشبه مثلا عاده نحن متعودين على الوصفات التقليديه فيها كميه بهارات واضحه. فاليوم احنا حناخذ الطعم من سر او تقنيه الطبخ اللي هي الطبخ بالحجر. يعني انا بحب الطبخ على فكره، بنرجع فيه لايام زمان، يعني كيف كانوا يحطوا الاكل مثلا تحت الحطب الرمل. هذا الحجر هل بنحط تقليديا بقلب الارض ولا بالفرن مثلا؟ اوكي عندنا خذي مسميات جديده. مشاهدينا اخذوا مسميات جديده، مسميات جازانيه اليوم. عندنا شيء يسمونه الميفا. والميفا هو عباره عن التنور ولكن بطريقه مختلفه، لانه مثلا يدفن داخل الارض ويكون له فتحه خارجيه ويحاط بالطين والرمل من اجل انه يحافظ على الحراره. يا ريت فينا نكون عندنا هون ميفا. تخيل انك مثلا تجيب الحطب، حطب السمر بشكل معين ينحط، ولما يصير جمر بعدين هذا ينحط جوه، فبصير شوي عمليه التدخين صح؟ تاخذ وقت طويل، تحمير، التدخين، النكهه، فبالتالي انت لما تاكل شيء ما تشعر بطعمه المقادير وبس. الله حلو. انت تشعر بكل الاشياء، تحس بطعمه الحطب، طعمة الجمر، طعمة التنور، أضف إلى ذلك البهارات اللي تكون موجودة. حلو.